إنما حدث في شهر سبتمبر أيلول من عام 2015 كان حدثا رائعا. هذه المرة الأولى التي اتفقت فيها البشرية وجميع البلدان على مشروع على مستوى الأرض. اتفق الجميع على بعد عدة سنوات من المفاوضات حول 17 هدفا للتنمية المستدامة. تم تحديد الأهداف ولكنهم لم يحددوا الطرق والطريق ولا الوسائل لبلوغ هذه الأهداف، وبالتالي هذا الأمر يترك بعض الأسئلة المعلقة. بشكل عام وفيما يتعلق بهذه النتيجة الرائعة، الناس بشكل عام يتخذون ثلاثة مواقف متميزة. البعض يقول هذه الأهداف لا يمكن بلوغها أبدا، هذا مستحيل، هي مفخخة بالتناقضات فيما بينها وعلينا أن نترك هذه الأهداف جانبا. البعض الآخر يقول هكذا أجندات رأيناها سابقا وستكون هناك أجندات للتنمية مستقبلا، سننتظر إلى أن تأتي القمة المقبلة وبالتالي اتفاق جديد معها. والموقف الثالث، وربما نستطيع أن نتبنى هذا الموقف ولا سيما بفضل المشروعية التي يتمتع بها هذا الاتفاق بشأن الأهداف 17، وهذا الموقف يقول نعم الأمر سيكون صعبا، نعم سيكون معقدا، نعم الأمر ليس محسوم، ولكن هنا نحن أمام نموذج طوباوي للتحول، أمام اتفاق اتفقنا بشأنه على مستوى المعمورة لنقوم بكل شيء من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. وكما ترون من نبرة صوتي بأنني أميل إلى الموقف الثالث. وبالتالي وبعد هذه البداية، إن أهداف التنمية المستدامة والأجندة الخاصة بها هي تمثل نموذجا طوباويا للتحول استنادا إلى مشروع مستقبلي، مشروع للتحول في المستقبل، مشروع اتفقنا بشأنه في هذا العالم الذي نعيش فيه، وبالتالي نستطيع أن نستخلص بعض الرسائل من ذلك. الرسالة الأولى التي أريد أن أتشاطرها معكم تتمثل بهذا التغير العميق في القيم وأظهار بعض القيم التي يتم التأكيد عليها في هذا الإطار، وأنا سأتحدث عن أربعة أنواع من القيم تم الحديث عنها بشكل صريح أو مضمون وربما ينبغي تذكرها. القيم الأولى تتعلق باستناد هذا الإطار وهذا النموذج الطباوي للتغيير للتحول على احترام حقوق الإنسان وعلى التأكيد منذ عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التأكيد على مفهوم الحقوق داخل المدينة وفي حياتنا جميعا. القيمة الثانية تتعلق بإظهار مستوى الرضا ومستوى المبادئ المتعلقة بالمستوى الرضا وتلبية الاحتياجات على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجموعات الاجتماعية وعلى مستوى الأرض، ولكن أيضا وبشكل خاص على مستوى الأجيال القادمة. إذن يتم التأكيد على مستوى تلبية الاحتياجات. المبدأ الثالث يتعلق بما نسميه بالخيار التفضيلي لصالح أكثر السكان هشاشة، ليس فقط بروح خيرية ولكن من خلال عدم القبول بترك أي أحد جانبا، فإذا قمنا بذلك فذلك سيكون ضررا للإنسانية وللجميع. ورابعا فيما يتعلق بحوكمة الممتلكات والثروة المشتركة، وبالتالي أن هذه الرسالة الأولى من بين الرسائل الخمس التي سأتشاطرها معكم. الرسالة الأولى هي الاعتماد على بعض القيم، احترام القانون، تلبية احتياجات الأجيال القادمة والحوكمة إلى آخره. الرسالة الثانية أن أهداف التنمية المستدامة قامت بتحديد هدف
وجهة، ولكنها لم تقم بتحديد الطريق، هي قامت بوضع علامات على الطريق وفقا لأهداف مؤشرات وغايات، ولكن لم تحدد الطرق المختلفة لبلوغ هذه الأهداف. وبالتالي من يقول تحويل يقول عمل، وعندما نتحدث عن العمل ولا سيما في الأوضاع المعقدة والمتأزمة، من شأنها أن تؤكد على أمور صعبة فنية ومكلفة مالية وفيها مجازفة من الناحية السياسية، في كما ذكر سيرج ميكايلوف. نحن لا نتحدث عن مسار، ولكن نحن نتحدث في إطار هذا المسار أن نكون مبتكرين. الرسالة الثالثة التي أريد أن أحدثكم عنها في إطار هذه الأهداف 17، هناك الكثير من التفاعل فيما بين هذه الأهداف. إن ربما ما هو مهم العلاقة والصلات بين هذه الأهداف، وهي من ثلاثة أصعدة. الصعيد الأول التناقض بين هذه الأهداف. مثال يتم تناوله، ولا سيما كما ذكرته غايل جيرو من وكالة الفرنسية للتنمية، لا يمكن تقديم خدمات الطاقة وفي نفس الوقت أن نكافح بفعالية ضد تغير المناخ. النوع الثاني من تغيرات التفاعلات يتعلق بالتآزر وتضافر الجهود، على سبيل المثال بين الهدف الأول المتمثل بمكافحة الفقر والهدف الثاني المتمثل بإنهاء جميع أنواع سوء التغذية. ونرى بأنه يمكن أن يكون هناك تآزر، ولا سيما العلاقة القوية بين الجوع وبين الفقر في هذا المنحى أو ذاك، وبالتالي أن الأهداف والغايات يمكن أن تكون متفاعلة فيما بينها. بما أننا تحدثنا عن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، يمكن ربطها بالهدف الثالث المتمثل بالصحة، حيث أننا اليوم نستطيع أن نرى ونقر بأن مسألة سوء التغذية هي العامل الأول للصحة العامة على المستوى الدولي. والنوع الثالث من أشكال التفاعل بين هذه الأهداف تتعلق بأثر الرافعة للأعمال، على سبيل المثال تغيير الأنظمة الغذائية، لا أتحدث عن الإنتاج الزراعي فقط، أن هذا الأمر يسمح في الوقت نفسه بالاهتمام بالهدف الثاني بطبيعة الحال، ولكن أيضا بالهدف الثاني عشر المرتبط بالإنتاج والاستهلاك، والهدف الثالث عشر المتعلق بالمناخ، والهدف الخامس عشر المتعلق بصحة الأنظمة البيئية، وهو الهدف الثالث المتعلق بالصحة. أستطيع أن أسرد جدولا من خلال تأكيد أن كل هذه الأهداف ستتأثر بأنظمة الأنظمة الغذائية. الرسالة الرابعة هي مرتبطة بالرسالة السابقة، إذا كان هناك تفاعل، إذا كان هناك تناقض، إذا كان هناك ترابط، فهناك أيضا توترات. هذه التوترات لا تحل بصورة بديهية، هذه التوترات بحاجة إلى البت وإلى التحكيم، وهناك آليات على المستوى السياسي من شأنها أن تتم القيام بهذا التحكيم على مستوى الحكومات. والرسالة الأخيرة والرسالة الخامسة والأخيرة هي مرتبطة بهذا الأمر أيضا، ومن خلال التأكيد على القيام بأشكال التحكيم والبت فيما يحدث على المستوى الإقليمي المحلي والمستوى العالمي، إن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة سترتكز على القدرة المحلية وأيضا على ما يحدث على المستوى الدولي. وبالتالي أن هذا التغيير لا يكون فقط بالنسخ والاستنساخ ما يحدث على المستوى المحلي على المستوى العالمي، ولكن هذا الأمر أيضا عليه أن يخضع لعمليات بت وتحكيم. هناك ديناميكية مهمة على المستوى المحلي ربما، ولكن علينا أن نضع إطارا للتحفيز ولا سيما على المستوى السياسي، وأن نرى أيضا وأن نقوم بعملية تحكيم، لأنه أحيانا ما يكون مفيدا على
المستوى المحلي ليس هو كذلك بالضرورة على المستوى العالمي. نأخذ مثال الهدف الثاني ومسألة الجوع. يمكن ونستطيع أن نحل هذه المسألة مشكلة الجوع محليا، ولكن مع إيجاد أثر سلبي على المستوى العالمي. أخذت هذا المثال للحصر فقط، وبالتالي أن عملية التحكيم بين أوجه التناقضات هذا الأمر يتم بالتعاون والتشارك وانخراط أطراف فاعلة في إعداد هذه الأعمال. هذا تحدي رائع ومسار مهم ينتظرنا، ولذلك فأنا الموقف الذي أتبناه هو النموذج الطوباوي للتحويل.